شكرا عبد الله البريكي. اذا متابعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات في صباح يوم الاثنين الموافق 9 من شهر سبتمبر لعام 2024 للميلاد، في 9 أيام هذا السباق النهائي في مهرجان سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، في متعة الكبار ومنافسة الكبار والتحديات الحاضرة في مدينة الطائف أم في منطقة الطائف، الذي نراقب ونشاهد هذه المنافسات الحاضرة على أرضية هذا الميدان في متعة الثنايا ومنافسات الثنايا في هذا الصباح ضمن الأشواط العامة، وهكذا ينطلق الشوط الخامس للإبكار الثنايا والـ6 كيلومترات هي رحلة هذه الذلل إلا صايل المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار، كما تشاهدون على أرض الواقع وعبر القنوات الناقلة للسباق النهائي، قناة الرياضية وقناة SSC4 وقناة البوادي وقناة الكاس وقناة ياس وقناة الصحراء الفضائية ومنصة شاهد ومنصات الاتحاد الرسمية في إكس وفي اليوتيوب، حيث نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وهذه المنافسة من هذه الشعارات. أبدأ مع الصدارة لأراقب البداية. أبدأ مع المركز الأول لأبدأ مع أول الشعارات، من يتقدم؟ حمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا كرارة، من تتقدم مع الصدارة ومع البداية والمقدمة، ولكن التسلل من الجانب الأيمن من رها وشعار عبد المحسن بن طالب بن علي المري يقدم لنا رها، من تتقدم نحو الصدارة ونحو البداية ونحو القمة، يتقدم في هذه اللحظات عبد المحسن بن طالب بن علي المري. المركز الثالث الوصول من شعار سليمان بن سالم بن مسلم الحذيفي يقدم لنا نوف القادمة مع المركز الثالث، تتقدم نوف مع المركز الثالث لتخطط من أجل الصدارة لتطمح إلى النوماس، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من شعار سلطان بن سالم بالرباح الحربي يقدم لنا منوة القادمة مع المركز الرابع، تتقدم منوة بكل قوة تتمنى أن تنال على النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي، نتمنى لك التوفيق ولجميع المشاركين. المركز الخامس الوصول وحاملة للرقم 5 تتقدم بشعار عبد الهادي بن مسعود بن سعيد آل فهيدة المري يقدم لنا نسيم القادمة مع المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس الوصول في هذه اللحظات والقدوم من الأسماء الذين استكمل بها النداء للعشرة المراكز الأولى، من القادم مع المركز السادس يصل في هذه اللحظات؟ شعار بن نهيان حمد بن نهيان بن سالم العامري ليقدم لنا جواهر مع
مع المركز السادس. المركز السابع في هذه اللحظات يصل البطين، يتقدم علي بن عبد الله بن علي البطين المري، يقدم لنا خير مع المركز السابع. المركز الثامن يتقدم وجب بن بندر بن وجب المغيري العتيبي، يقدم لنا معزة الواصلة مع المركز الثامن. المركز التاسع تتقدم في هذه اللحظات لتتواجد تكريم وبشعار خالد بن سعود بن نايف بن حثلين، يتقدم ليقدم لنا تكريم. والمركز العاشر في هذه اللحظات من تتدخل مع هذه الأسماء والشعارات، تصل في هذه اللحظات الغزيل وشعار سعيد بن فالح بن سعيد البلوي، يصل مع المركز العاشر. هكذا متابعين الكرام مشاهدين الأفاضل، أذعت العشرة المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة في كوكبة من هذه الشعارات المنتثرة على أرضية هذا الميدان، وهناك أسماء تقترب لتنال الصدارة والبداية، ولكن العودة إلى البداية الأولى وإلى متعة الثنايا وتنافس الكبار والشعارات الحاضرة من كل مكان من أجل هذا النوماس الغالي في هذا المهرجان الغالي. العودة إلى الصدارة، إلى البداية، إلى أول الأسماء وأول الشعارات. رها مع المقدمة ومع البداية بشعار عبد المحسن بن طالب بن علي المري، يقدم لنا رها مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية ومع القمة باختصار. تتقدم رها مع المركز الأول بشعار عبد المحسن بن طالب بن علي المري، بينما الأسماء القادمة الشعارات الواصلة تصل منه وشعار سلطان بن سالم بالرباح الحربي، والقدوم أيضا من كرارة وشعار حمد بن علي الجربوعي المري. والأسماء القادمة في هذه اللحظات تصل أيضا الغزيل بشعار سعيد بن فالح بن سعيد البلوي وشعار بن راية، يصل مع راية الكيلومتر الأخير، الكيلو الذي يفصلنا عن خط النهاية وعن النوماس وعن الفوز والانتصار. العودة إلى منوة، منوة وراها وكرارة، والقادمة أيضا الحسينية بشعار نايف بن عودة الحويطي، تصل الحسينية لتحتل الصدارة لتحتل المقدمة. متعة الثنايا، رقص الكبار، البداية مع الحسينية مع المقدمة ومع الصدارة مع شعار الحويطي نايف بن عودة بن سليمان الحويطي، يتقدم مع المركز الأول. يتقدمون أبناء تبوك، أبناء العملاق، عملاق الميادين، يتقدمون مع الحسينية مع المركز الأول بشعار نايف بن عودة الحويطي، يتقدم مع النوماس مع الانتصار مع الفوز. وين السلام يا اخواني؟ وين الانتصار إلى أبناء تبوك؟ هذا الفوز وهذا الامتياز وهذا النوماس الغالي. الحصينية مع المركز الأول بشعار نايف بن عودة بن سليمان الحويطي، من يحضر مع المركز الأول بالفعل؟ المركز الثاني شعار راشد بن سعيد بن راشد المري مع الكائد. المركز الثالث شعار المركز الثالث عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي مع سامري سمارية. المركز الرابع شعار علي بن عبد الله البطين المري
المركز الخامس، المركز الخامس كان شعار علي بن زنيفر الغفراني المري مع هملولة. هكذا متابعين الكرام انقضى الشوط الماضي، وكان من نصيب الحصينية من حققت هذا الفوز وهذا الانتصار. وتوقيتها الزمني 9:23، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثاني الكايدة، وتوقيت الكايدة 9:26، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث سمارية والشعار عامر بن سعيد الوهيبي، 9:26، 26 جزءا من الثانية. المركز الرابع خيرة وشعار علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري. والمركز الخامس هملولة وبشعار علي بن زنيفر بن ناصر الغفراني المري. إذا متابعين الكرام نهني مالك الحصينية نايف بن عودة بن سليمان الحويطي من ذهب بهذا النوماس وبهذا الفوز وبهذا الانتصار الغالي والثمين، مهديا هذا الفوز إلى جماهير هذا الشعار. تهانينا وألف مبروك. تستمر المتعة والإثارة والندية في متعة الثنايا، وأحد الزملاء المعلقين يستمر بالوصف والتعليق، المعلق بسام العطوي.